بسم الله. تمارين حول درس الإحصاء لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016، تمرين رقم 12، حتى هو مأخوذ من امتحان موحد. الجدول التالي يمثل مقادير مساهمة 50 تلميذا في عمل خيري. الميزة أو مقدار المساهمة بالدرهم، ثم في الخانة الموالية الحصيص. السؤال الأول: حدد منوال هذه المتسلسلة الإحصائية. ثانيا: أحسب القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية. ثالثا: أحسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا قم بالمحاولة. صافي، انتهيت، يمكننا نبدأ. يلا نشوف الجواب. لنحدد منوال هذه المتسلسلة الإحصائية. إذن غادي نحتاج الجدول، هو أمامنا. كما تعلم المنوال هو ماذا قلنا عنه في الدرس، هو قيمة الميزان التي لها ماذا، التي لها أكبر حصيص. إذن غادي نشوفوا هنا ما هو أكبر حصيص من بين هذه الحصيصات اللي عندنا هنا كاملة. نعم، أكبر حصيص هو العدد 13. طقن. وما هي قيمة الميزان الموافقة له؟ صحيح، هي العدد 10. إذا ما هو المنوال؟ فعلا المنوال لهذه المتسلسلة الإحصائية هو العدد 10 نفسه. نمشي للسؤال الثاني. لنحسب القيمة الوسطية. هنا غادي نحتاج لجول الحصيصات المتراكمة، واخا مطلبوه منا خصنا نرسموه لأنه مهم جدا في هذه العملية. إذا ها هو جدول الحصيصات المتراكمة. غادي ناخدو غير الجدول السابق وتنضيفو ليه هاد الخانة ديال الحصيصات المتراكمة. إذا هنا عندنا 10، تناخد القيمة اللي كاينة هنا هي اللي غادي نوضعو هنا، ثم 10 زائد 13 هي 23، 23 زائد 12 35، 35 زائد 9 تساوي 44، و44 زائد 6 يساوي 50. هذا هو الحصيص الإجمالي، عندنا 50 تلميذ فعلا اللي قام بهاد المساهمة. إذا الحصص الإجمالي كما ترى هو 50 ونصفه هو 25. نكتب هذه الجملة، هي الحصص الإجمالي هو 50 ونصفه هو 25. ثم ماذا سنكتب بعد ذلك؟ نعم، أصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي 25 ما هو في الشكل؟ يلا انظر إلى الشكل أو إلى الجدول. إننا غادي نشوفو خانة الحصيصات المتراكمة، وغادي نشوفو أصغر حصيص متراكم فيها يكون أكبر من 25 أو يساوي، فعلا هو العدد 35. هيا نكتبو هاد الجملة. ما هي قيمة الميزان الموافقة له؟ فعلا قيمة الميزان الموافقة له هي 20. إذا ما هي القيمة الوسطية؟ صحيح، القيمة الوسطية هي العدد 20 نفسه. تفقين؟ الآن نمشي للسؤال الأخير ديال المعدل الحسابي. كالعادة المعدل الحسابي هو مجموع جداءات ماذا؟ يلا أتمم. نعم، المعدل الحسابي هو مجموع جداءات قيم الميزة والحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي. هي قاعدة تنشير لها هنا. أعيدها مرة أخرى، المعدل الحسابي هو مجموع جداءات قيم الميزة والحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي. إذا ليكن M هو هذا المعدل الحسابي. التي نزل الصورة. إذن M تساوي 5 في 10 زائد 10 في 13 زائد 20 في 12 زائد 50 في 9 زائد 100 في 6. دائما ناخذ قيمة الميزة وتنضربها في الحصيص الموافق لها وتنقسمها على الحصيص الإجمالي اللي هو 50، فتعطينا هذه القيمة اللي بعد عملية الاختزال وقيم القسمة أعطتنا 29.4. إذا المعدل الحسابي هو 29.4، أي معدل
المساهمة ديال التلاميذ هو 29.4 درهم. متفقين؟ انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعداد ديال صفاء مراكش. إلى اللقاء.